السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت نفس السؤال، ايه افضل ادنس انا استخدمتها؟ لان لو بحثت على القناة مقارب من ممكن 100 ادنس شرحناها، لكن ايه الادنس الافضل اداة؟ طيب عشان اعرف ايه افضل اداة، قلت ايه لو انا هسيت ادنس واحدة بس، يعني رتيل موجود في الشغل قال انت تسمح لك بواحدة بس، ايه الاداة اللي انا هسطبها؟ فبعد تفكير عميق ومقارنة ووضع بعض الشروط وقصص طويلة، لقيت ان فعلا افضل اداة انا ممكن اختارها هي دي روتس. دي روتس فعلا فيها شوية ادوات لذة جدا، زي انها تسهل لك عمل الشيت، زي فاميلي ريفايزر. فاميلي ريفايزر ده بيخليني اصدر الفاميلي في كاتيجوريز، بكل الفاميلي الموجودة في المشروع بقول له بس ايه جروب سبورت باي كاتيجوري، فيبدأ يسمهم لي في كاتيجوري. في ان انا لو انا عايز اظبط الورك سيت، ممكن اروح معلم على بعض الكاتيجوري واقول له احطها في الورك سيت اكس او واي او كذا. فدي من ضمن الادوات الظريفه جدا. في البارامتر مانجر ده بيساعدنا على تنظيم البارامتر، خصوصا اللي هي موجوده في الشيرد بارامتر. شفت انا مشروع كان معمول بارامتر كويس بس مش معايا الملف بتاع الشيرد بارامتر، فرحت قال له خد البارامتر الموجود دي وصدرها لي في ملف شيرد بارامتر، ودمجت 2 شيرد بارامتر مع بعض، عملت لهم نقل، حط يعني فادني كتير جدا موضوع الدي روتس. اللي عامل البرمجه ديت انا اتكلمت معاه فاهم الناس عايزه ايه وفاهم ايه الحاجه اللي عليها طلب، فهو ما بيعملش اداه وتلاقي لا ده ما بيستخدمهاش كتير. ري اوردر للتنظيم، في حاجات خاصه بالبوينت كلاود، في حاجات خاصه بالبروشيت، فما شاء الله معموله بشكل قوي جدا. والجميل ان كل الادوات دي مجانيه، والجميل ان احنا في ماريبيا شرحناها اكثر من مره، كل ده فيهم شرحناها بالتفصيل في فيديو مستقل.